عايز اخد برضو منك مين اللعيب اللي بيعجبك في منتخب مصر؟ والله الحقيقه في كذا لاعب الحقيقه مش من في افشه ايوه السوليه قاعد في مردود اكثر حجازي حقيقه شناوي بدون نزاع الحقيقه حارس عملاق حارس ممتاز جدا انا فما مشكل بينك مش نلوم شويه لخاطر انه محمود طاهر ننتظر منه الافضل مانيش قاعد نشوف اللاعب اللي نتخيله انا في الصوره في مخي انا فهمت يعني لازم يكون افضل بكثير هكا على مستوى الهجوم بالحقيقه هذوما اللاعبين اللي انا اللي الشحات زيادة لازم يكون افضل من هكا كنت نتابع فيه في نادي العين بس الشحات مش موجود الفتره دي في كاس العرب موجود علاش علاش مش موجود لانه هو ظلم روحه وهو ظلم روحه اليوم اسكو الشحات ما ينجمش يكون في منتخب مصر لو كان بافضل حالاته 100% يعني المردود نتاعو امكانياته افضل بكثير من قاعد يقدم فيها اليوم زيزو من اللاعبين الممتازين الحقيقه لكن عنده وكل تحس عنده الروح الحقيقه نتابع برشا في الدوري المصري ونتابع برشا في النادي الاهلي ونادي الزمالك ونتابع برشا مباريات حتى البارح برك كنت نتابع في مباراه مصر بورسعيد في المقصه يعني بطوله خذيت نقولوا احنا ليفل اخر فهمت يعني انا بالنسبه لي الافضل اللاعبين اليوم في المنتخب المصري واللي موجودين هما طب الشناوي نمبر 1